قال هل تجوز إخراج زكاة الفطر قبل العشر الأواخر؟ قول موجود لبعض العلماء لكن ضعيف ما صحيح. الصحيح إنه تخرج قبل يوم أو يومين من العيد، وأفضلها صبيحة العيد قبل خروج الإمام إلى مصلى العيد. يقول ما صحة الحديث من صدق النساء فقد كذب الرسل؟ ده حديث كذب. قال ما حكم الدعاء في صلاة التراويح وهل هناك دليل على ذلك؟ الدعاء في صلاة التراويح في الوتر سنة، ويجوز أن يكون قبل الركوع وبعد الركوع. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان قبل الركوع، وصح عن بعض السلف إنه فعلوا بعض الركوع، فكله جائز. لكن يا جماعة ما بيجوز التطويل بالناس، يعني في بعض الأئمة عنده يكون صوت جميل أو قايل نفسه صوته جميل، تلقى ماطي الجماعة وقريب ساعة بيدعو لحد ما ينسى ذاته إنه قبل ركع ولا ما ركع. ده ما بيجوز شرعا، بل قال العلماء هو من البدع المحدثة في الدين. وشوف العبرة ما في التطويل، العبرة في التمتين، تمتن الدعاء بتاعك. أصلا الدعاء بتاع الوتر ده في رمضان علمه الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعلمه كلها خمس كلمات. قال له قول في الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولى فيمن توليت. الخمسة ستة كلمات دي بس لحد نهايتها، الموضوع انتهى. وبعد ذلك شنو؟ تسجد والموضوع انتهى. والخمسة كلمات دي فيها الدنيا والآخرة كلها بالمناسبة. لكن ما في مشكلة لو قدرت تزيد زيد، لكن ما تطول على الناس، ما تطول على الناس. نعم تفضل. نعم اللحن اللي اختلفوا فيه العلماء، الشيخ ابن عثيمين بيقول ما فيه حاجة، هو مش لحن، مش اسمه لحن، المهم يعني يكون بصوت قريب للترتيب. فالشيخ ابن عثيمين قال ما فوقه حاجة، لكن بشرط إنه ما يشغل الإمام إنه كونه داري يجمل صوته يحسنه عن الخشوع في الدعاء، لأنه شرط من شروط إجابة الدعاء إنه الإنسان يكون خاشع في الدعاء. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستجيب دعاء من قلب ساهي الله. فإنت ما تسهو مع الصوت الجميل وتحسين الصوت وتنسى شنو يا جماعة الخشوع في الدعاء. أما الشيخ مقبل والشيخ الفوزان كذلك قالوا ما بيجوز، قالوا زول يقول عادي عشان ما يشبهه بالقرآن، ولعله ده الأقرب للصواب عشان ما يشبهه بالقرآن. لكن إذا في إمام دعا وحسن صوته ما كان متكلف، ما بتقدر تقول له بدعة أو ما بتقدر تقول له حرام، لأنه عليه فتاوى بعض علمائنا رحمهم الله تعالى. أيوة يجوز يا جماعة الإنسان في الدعاء بتاع الوتر ده ترفع يدنا. الشيخ بن باز سئل هذا السؤال تحديدا قال بيجوز، لأنه دعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما استثني بعدم رفع اليدين، زي الإمام لما يدعو في الجمعة، في الجمعة في الخطبة، هنا ما ترفع يدينك لأنه ما ثبت أن الصحابة كان بيرفع يدينه، ما كان بيرفع يدينه. أما الإمام يرفع صباعه في الدعاء فيها حديث، لكن حديث ضعيف، فالإمام ما يرفع صباعه، يكون كده ويدعو اللهم اللهم اللهم. أما بتين يكون الدعاء في الخطبة، هو ما شرط في الخطبة، دي أول معلومة، قد تدعو في خطبة وقد ما تدعو في خطبة، ما شرط. وما ورد نص صريح حسب ما قال الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين ثلاثة سمعتهم، قالوا ما ورد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيدعو في الخطبة، لكن قالوا لا بس إذا الإنسان دعا، ودعا أحيانا لما المطر ما نزلت فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر وكان في خطبة الجمعة، فإذا دعا فلا حرج، وإذا لم يدعو لا حرج. لكن متين الدعاء في الخطبة؟ الشيخ الألباني قال ما يجعل في وقت محدد في الخطبة، في نهاية الخطبة طوالي كده. الشيخ بن باز قال لا حرج إذا جعل في نهاية الخطبة ما في مشكلة.
إذا خصصها في نهاية الخطبة. وكذلك شيخنا محمد بن هادي برضو قال لا حرج إذا خصصها في نهاية الخطبة. وقال بعضهم أيضا ممكن يجعلها أحيانا في البداية في النص وأحيانا في النهاية. فالأمر في واسع، يظهر إنه الأمر في وقت الدعاء في الخطبة واسع، وإذا تركوا الأمر واسع، وإذا دعا في الآخر في النص في الأول كله جائز والأمر فيه واسع. آخر سؤال قال ما حكم من يأخذ المال في ممارسة كرة القدم أو جميع الأنشطة الرياضية؟ ده أقل الكلام فيه الكراهة، يعني أخذ المال أو الأجرة مقابل اللعب واللهو والسفه أقل الأقوال فيه إنه شنو يا جماعة؟ إنه مكروه، إنه مكروه. ما تأخذ مال من كورة ولا تأخذ مال من نادي، الكورة دي يجوز لك تلعب لكن بس بالضوابط الشرعية، ألبس عناية طويل تحت الركبة لأنه عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ألبس شيء طويل وواسع لأنه بعض الناس بيلبسوه ضيق ومحزق برضه ما بيجوز، يكون واسع فضفاض يكون تحت الركبة. كذلك الإنسان ما يقلع قميصه، في بعضهم برضه لما يجيبوا جون ولا كده يقلعوا قمصانه، واحدين يكون فريق بفنايل واحدين عريانين كله ما بيجوز، فيكون طويل تحت الركبة وتكون لابس واسع خلاص، وما تجعل مهنة زي ما قال الشيخ الفوزان، يعني مهنة سجلوني الفريق الفلاني ودوني 100 مليون واشتروا لي موبايل جالكسي، ده كله ما صح، ما تم فريق وما فريق دي ما تسويها، ألعب ساكت دافوري مع ناس الحلة جري دمك ما في مشكلة هنا، وبالضوابط اللي قلناها، وما يكون وقت بتاع صلاة، وما يكون تلعب بالليل والساهر في رمضان وتقوم تفوت شنو يا جماعة الصبح، الأولى يا تو صلاة الصبح ولا الكورة؟ الصبح، فما يفوتك واجب، إذا فوتك واجب أمشي نوم طوالي. فزول انتبه لهذه الضوابط، وما يعمل فريق والدوري الدرجة الكم ويعملوها شغلة، ما تكون مهنة وشغلة برضو، دي من الضوابط التي وضعها العلماء. فالإسلام ما بيحرم الرياضة لكن بيهذب الرياضة، فياريت الناس يتهذبوا بما هذبهم وأدبهم به الإسلام. كذلك السباحة أفضل رياضة، وركوب الخيل والرماية كما ورد عن عمر قال علموا أبناءكم الرماية السباحة والرماية وركوب الخيل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال أربع قال كل كلام سوى ذكر الله لغو ولهو أو باطل إلا أربع، إلا أربع: حديث الرجل لزوجه، ورميه بنبله، وتعليمه فرسه، وتعلمه السباحة. حديث حسن. فدي أنواع من الرياضة المفضلة وبتفيد جسمك أكثر من غيرها بالمناسبة، لأنه دي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها هي الأفضل. وإذا قدرت تلعب كرة لعب لكن بالضوابط التي ذكرناها. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.